اسماعيل بن نصر. ترجع الكرة وانطلاقه من بغداد بنجاح. بغداد هاي اللعبة هنا. اوب المراوغة كاد يصل هايلة من بولايا لرياض محرز. رياض محرز يبحث عن بغداد خلف لبولايا. الكرة العرضية لرياض. هنا ليس هناك وضع التسلل. هنا شوف اوب شنين في مشواره من دون ان يخسر ولا مباراة. على مدى 30 شهر تقريبا كرة لبغداد. ترجعه ويتفوق زروقي. كرة خطيرة. بولايا خاسف مع بولايا. بولايا ليوسف بليلي. يرجع لبولايا مرة تصل لبولايا والجول. بولايا لا لا في ظروف صعبة. نعم يوسف بليلي هو الذي مررها لبولايا. استلم استمكن من تسجيل هدف فرنسي. لا رائع الكرة هذه من يوسف بليلي في اتجاه بولايا. لمسة واحدة في الاستلام. رياض ممتازة لبولايا. استلمها في الوسط. بولايا على الجهة اليسرى. لا يعرفهم. بولايا استلم الكرة يلعبها ناحية الجهة اليمنى.